صدقوا معايا البغرارات من الصباح وانا معذبه فيهم شي كيصدقوا يا لطيف كلهم تيقول لك ما تيبغيو العين واه يا لطيف ها حنا دابا تنقلبوا على الحل مع جايين طيافين وما عرفتش كيف غادي ندير لهاد الثقبات مع ما مثقبش كامل شتي كيف ولا ما عرفتش ما خليتو يخمار ولا مرت العين انا شكيت غير في العين صابتو عين هذا صابتو عوينه اش بغيت ندير البنات وايا البنات بيتكم تشوفوا تجربتي مع بغرير شوفوا كيف جا كاع مخرج نديرهم غير هكا صغارين شتو كيف جاو جايين عند الضيافين راه كلهم قال لك بغرير نصيحه لكم بغرير ما تيبيش العين كنت ما بيا ما عليا طالعين لي زوينين حتى شويه جات واحد العوينه دخلوا عليا قرصوني بالعين ها العجينه ديالو شتو المهم هو كنوا ديما نوجدوا على تيسع اللي يجي لكم بحال هاد الستون هذا تيكونوا جايين ضيافين انتم شوفوا شوفوا راه تيقولوا العين حق راه كنت غاديه مزيان ما بيا ما عليا حتى وقع لي بحال هكذا شوفوا واللي عنده شي حل عتقنا به راه ما بقى المغرب والو غير عتقونا راه ما كاين كيف ندير خليو لي التعاليق اللي صدقات لها شي بغريره شي نهار رانا تيصدق ليا غير ما عرفتش اليوم علاش جاني بحال هكذا ايوا البنات لقيت لكم الحل هو اللي صدقات لها بحال هكذا دير هكذا الشيته تكون نقيه شاريه ودير بحال هكذا يتقى بصحه شفتوا البنات البنات كيف ما تتشوفوا معايا ها الحل اللي لقيت راه وليت ثقبتهم باش ما نبقى انا نعذب راسي معاهم هذا هو الحل انا ثقبتهم شوفوا كيف جاوا على مزيناتهم خفيفين وزوينين انتم البنات هذا هو الحل اللي هنيني في الدقيقه 90 مع الضيافين ما بقات حتى مشكله صافي انتم البنات انتم شوفوا شتو بشيتا درهم تهنيكم مشيت الدرهم تهنيكم شوفوا البنات البغرير كيف مخرج شوفوا كيف مخرج قانا مصدع راسي معايا واش يتخرج ولا ما يتخرج وبالصحه والراحه ولا عجبتكم الفكره راه تا تبختي بغير القوالب وما تنساوش تابوناو عندي باش تشوفوا ديما الجديد ديما عندي اقتراحات جديده عندي افكار جديده داكشي ديما مراكشي 5 5 كيف ما شفتوا معايا لا ما تقب لكم تقب صحه وديك الطريقه المهم الى عجبتكم الطريقه قولوا لي نخلي لكم الوصفه في التعاليق والمشطره باينه هذيك بلا ما نخليها لكم ها نتوما تشوفوا هذا مزينه توجا ها نتوما شوفوا مره نجهد عليه في البوطه مره نقص سميتو باش دغيا تنفخ نفخو ليا دوك العوينات يتقب ماشي يتقب زعما راه صايمين نجهد عليه شويه دابا باش يتارب مره بقات هاد لاباغتي هادي و تقدو كاملين